روسيا ربما تنسحب عسكريا من المنطقة. روسيا الآن تنقل كثير من قواتها العسكرية إلى الجانب الأوكراني بسبب طول الحرب الأوكرانية وصعوبتها، هي تريد أن تظل موجودة في المنطقة ولو بشكل سياسي. يعني بتقديري من الصادق لأوانه الحديث عن سحب القوات الروسية من سوريا. يعني روسيا ليست بأمس الحاجة الآن بعد التعبئة التي حصلت وبعد الإنجازات الحاصلة على الميدان بحاجة إلى سحب قواتها. المهم الذي يخدم روسيا هو استقرار الأمن في سوريا ويقوم بالتعاون بين تركيا والحكومة السورية. هذا من شأنه أن يشكل جسر لروسيا للبقاء في المنطقة ولمواجهة حلف الناتو كما قلت، لأن الولايات المتحدة تريد التأثير ومضايقة وإضعاف كل المصالح الروسية في كل المناطق، وأيضا المصالح الصينية. يعني هنا لا يمكن أن نبعد المسألة الصينية عن الوضع. إذن هذا كله يأتي في إطار الصراع. لذلك نعم، يعني الحكومة التركية أو الرئيس التركي أيضا هو بحاجة إلى إنجازات اقتصادية داخلية، لأن تركيا أيضا تعيش مشاكل وهو على أبواب الانتخابات. لذلك أي إنجاز إيجابي يمكن أن يستثمر أيضا داخليا، وخاصة أن المعارضة في تركيا حاولت استخدام هذا المنحة من أجل أن تكون هي الأسرع للتقارب مع الحكومة السورية والدولة السورية. يبدو أن يعني أيضا الحزب التنمية والعدالة شعر بأنه الأفضل أن يعيد بناء وترميم العلاقات مع الحكومة السورية. هذا من شأنه أن يخدم الطرفين. يعني الأمن على الحدود لا يمكن أن يستتب إلا إذا كانت دولة مركزية قوية في سوريا والدولة التركية. إذن هذان الطرفان هما اللذان يعني يؤمنان الأمن والاستقرار بعيدا عن كل ما يجري. لكن تبقى العقبة الأساسية هي الوجود الأمريكي وأيضا محاولات الكيان الإسرائيلي الذي أيضا يحاول عرقلة أي تقارب بين سوريا وتركيا.